بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب كلية التجارة بحمد بن شمس، التعلم المدمج، برنامج الحاسب العلمي والتكنولوجيا المعلومات في المستوى الرابع فصل دراسي أول. هنناقش مع بعض موضوع المشروع الحاسب الآلي الآن. أول خطوة، إحنا بلغتكم قبل كده إن لازم نكون فريق عمل لإعداد كل مشروع. الفريق ده بيتكون من 3 إلى 5 طلاب، حد أدنى 3 حد أقصى 5. بتعملوا كشف بأسماء الطلاب وتبعتوا لي على الميل ده. في آخر الملف هتلاقي قائمة بأسماء المشروعات اللي المطلوب من كل فريق يختارها، وكل فريق له الليدر أو القائد بتاعه، مع ملاحظة إن المشروع يتم اختياره عن طريق فريق واحد، يعني ما ينفعش مشروع واحد يقوم بتنفيذه فريقين. هتبعتوا لي كشف بأسماء كل فريق على الميل، والمشروع اللي أنتوا اخترتوه بالرقم بتاعه. بعد اختيار المشروع هتبعتوا لي الكشف دوت على الإيميل. هنتابع تنفيذ المشروع من خلال البريد الإلكتروني، الميل اللي هو موضح سابقا. شروط كتابة البحث، المفروض إنك أنت تلتزم بهذه الشروط اللي مكتوبة قدامك، وأنا عارض لك الشروط بالتفصيل يجب الالتزام بيها، لأنك أنت هتسلم 3 نسخ من البحث ومعاهم 3 CDs عليهم النص بتاع البحث أو الدوكيمنتس اللي أنت كتبت. ولو في أي استفسار أو أي حاجة أرجو مراسلتي على البريد الإلكتروني وأنا هرد عليك إن شاء الله فيها.